السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة كانال ام تي في. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس جديد في الاستعمال، كيفاش نديرو ا موديفيكاسيون على ان تكست، كيفاش نديرو لي كولور ونغيرو لو فونت ديال لو تكست ديالنا والسايز ديالو. كيف كتلاحظوا معايا هنايا عندي لا فورميلير ديالي، عندي هاد قناة ام تي في غادي نديرو عليها كلكو موديفيكاسيون، نغيرو لا كولور ديالها، نغيرو لو فونت، نغيرو حتى السايز ديالها. كنجي لو كود ديالي. هادشي هذا بطبيعة الحال ديجا شفناه في الدروس اللي فاتت على لي فورميلير و لي طابلو. هنا غادي نجي لو كود ديالي، غنمشي لكانال ام تي في. اول حاجة كندير كنديكلاري لا باليز فونت، بطبيعة الحال لا باليز فونت سلاش سلاش فونت كتكون ما بين لو تكست اللي انا بغيت ندير عليه لا موديفيكاسيون. كنعيط على لاتخوبي كولار، هنايا في كولور كان يا اما كنكتب لو كود ديالي اش تي ام ال، ولا كنكتب باغ اكزومبل انا بغيت نرد التكست ديالي يكون في الاحمر كندير ريد. ولكن بالنسبه لهاد القضيه كيكونوا عندنا لي كولور محدودين، ولكن انا اليوم غنوريكم واحد الميثود كيفاش انك تختار الكولور اللي بغيتي وتهزو وتحطو هنايا. كنجي مات باغ اكزومبل الى عندك فوتوشوب، كنجي كولور ديالي وكنشوف كولور اللي انا بغيت. اكزومبل انا غنختار هذا اللون هذا، كنجي لهنايا وكنهز هاد لو كود هذا، كندير ليه كوبي كولي، كنجي لو كود ديالي كندير دياز وكنتبعها بالكود ديالي، كان انرجستري، كنمشي لو كود ديالي، كنمشي لاباج ديالي، كان اكتواليزي. كيف كتلاحظوا معايا اوتوماتيكمون لا كولور ديال كانال ام تي في تشونجا من نوار للصفر اللي انا درت. دابا غادي نشوفو كيفاش نشونجيو لو سايز ديال لو تكست ديالي. كندير سايز، سايز اوتوماتيكمون كيكون باغ ديفو كيكون اون بيكسل، انا غنعطيها 10 بيكسل. كنمشي لا باج كان اكتواليزي. كيف كتلاحظوا معايا كانال ام تي في خدات 20 بيكسل. انا دابا غادي نغير لو فونت ديال كانال ام تي في. كنجي لو كود ديالي وكنديكلاري لا باليز فيس، وغادي نشوف لي فونت اللي انا باغ اكزومبل غادي نشوف هنايا غادي نستعين فوتوشوب وغادي نشوف لي فونت اللي انا عندي.
باغ اكزومبل انا غادي نشوف هاد لو فونت هذا، كندير ليه كوبي كولي السميه ديالو وكان كولي ها عندي في لاباليز ديالي، وكندير اون ريجيستري، كنمشي للكود ديالي كان اكتواليزي. كيف كتلاحظوا معايا اعطاني الفونت ديال فري ستايل سكريبت. هاد لي فونت هادو كتقدر تيليشارجيهم من الانترنت وكتاخد لو فونت اللي انت بغيتي، ولكن باغ اكزومبل انا هاد لو فيشي ديالي هزيتو وقريتو في انوتر نافيغاتور في ان بي سي واحد اخر، ولكن هاد لو فونت هذا ما كاينش، ما متيليشارجيش في داك اوتوماتيكمون. انا كنجي لهنايا وكندير واحد لاسباس وكندير باغ اكزومبل اريال، اريال هو واحد الفونت اللي كاين في كاع لي نافيغاتور وكاين كاع في لي بي سي، دونك اوتوماتيكمون ملي كيجي كيبغي يقرا ليا هاد لو فونت هذا، ملي ما كيلقاش باغ ديفو كيدير ليا لو فونت اريال. هذا هو الدرس ديالنا اليوم، كيفاش نديرو كلكو موديفيكاسيون على ان تيكست اتش تي ام ال، وشكرا.